اتصابت؟ شرف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عاوزتك بكلمتين. شو قصة هالكلمتين اليومين معكم؟ لا مش شو عليك بس، شلون هيك بتعمل بنت العالم؟ شلون بتحشمها وبتدشرها؟ والله يعني مين قرب صوبك انت؟ ما حدا قرب صوبي، يعني بحكي عن سعدة. سعدة اللي إلها تم ياكل ما لها تم يحكي. لك على الأقل نخطوب ودشر، لك على عين أمي، على عين الحارة، ولك يخرب بيتها. والله مو هيك الموضوع، ولا هيك القصة، ولا هيك القصد. لك عن شو القصد؟ البنت صارت مسماية عليك وسيرتها بكل الحارة. قلت يا هاي بالشوم عليك، كنت مفكر بدك قد الحمل. وحياتك انا قد وقدود. انت قد وقدود؟ يلا لكان فرجينا مرجلتك. لك والله انا شاريها ورايدها، بس اللي صار لا بينزل لا بميزان ولا بأبان. شو القصة لكان؟ ولك فهمها للبنت؟ لك فهم امي وابي؟ ولا فكرنا داعشين لانه عم دخلكن على بيتنا؟ لا والله انتو احسن مني واحسن من عيلتي كلياتها كمان، وفضلكن على راسي. بس اللي يعني والله ما ليش مالك رجال؟ مالك رجال؟ شوفي باسمة، لا تكبري بالكلام وخلي الكلام على قدك. ها انا رجال ونص كمان، بس الشغلة ما عادت تزبط. عليك يا سعدة، يا عيب الشوم عليك، بس يا عيب الشوم، بس حكم ضميرك.